بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. نبدأ الدرس الرابع من الفصل الثالث، ودرسنا اليوم هو بعنوان معادلات الحركة بتسارع منتظم. وهذا الموضوع هو أهم موضوع في هذا الفصل، أهم موضوع في الحركة المتسارعة، لأنه من خلال معادلات الحركة يمكن حساب القيم الحركية جميعا، اللي هي مثلا الإزاحة، السرعة، التسارع، الزمن، يمكن حسابها وبالتالي الحصول على نتائج دقيقة ولأي قيم. وبالتالي هذه الطريقة هي الطريقة الأعم. فإذا معادلات الحركة بتسارع منتظم في العادة تطبق عندما يكون التسارع منتظم. تسارع منتظم، ماذا نقصد بالتسارع المنتظم يا أبناء؟ ماذا نقصد بالتسارع المنتظم؟ أي كمية متجهة، عندما نصفها بأنها منتظمة، يعني سرعة منتظمة، تسارع منتظم، يعني مقدارها ثابت، والشيء الآخر غير المقدار الذي يحدد الكمية المتجهة، مقدارها واتجاهها ثابتين. فإذا هنا التسارع المنتظم، يعني جيد أن نحدد التسارع المنتظم الذي يكون مقداره واتجاهه ثابتين، يعني بيكون مقداره ثابت واتجاهه في العادة في خط مستقيم. إذا كان اتجاهه ثابت يعني بيكون اتجاهه في خط مستقيم. طيب، هذا التسارع المنتظم. وذكرنا شباب أن الغاية من دراسة معادلات الحركة أن من خلالها نقدر نقول يمكن من خلال معادلات الحركة حساب القيم الحركية للجسم المتحرك. والقيم الحركية شباب اللي نقصد بها هي تقريبا الإزاحة، السرعة، التسارع، الزمن، أو ما يرتبط بها. ومثل ما ذكرنا شباب أن دراستنا هنا دراسة وصفية، يعني إحنا نصف الحركة من خلال معادلات الحركة، أما الدراسة التفسيرية فبتكون من خلال قوانين نيوتن. طيب، فإذا معادلات الحركة شباب يمكن من خلالها حساب القيم الحركية حسابا، وبالتالي الحصول على نتائج أدق وبشكل أعم. خلينا نبدأ الآن بالمعادلة الأولى، ونذكر فقط أن معادلات الحركة اللي بندرسها هي ثلاث معادلات أساسية. فإحنا بنبدأ بالمعادلة الأولى، واحد، معادلة الحركة الأولى. ومعادلة الحركة الأولى تسمى معادلة السرعة الزمن، تسمى معادلة السرعة الزمن. احنا يا اخوان بنستنتج هذه المعادلة جميعا بعضها من بعض، يعني بنكتب المعادلة الأولى بنستنتجها من تعريف التسارع مثل ما بنشوف الآن. فإذا المعادلة الأولى في البداية يمكن الحصول عليها من تعريف التسارع. فإذا نقدر نقول شباب من تعريف تسارع، ما هو قانون التسارع شباب؟ من يذكرنا بقانون التسارع؟ التسارع طبعا، ما هو رمز التسارع؟ التسارع بماذا يرمز له؟ ايه تساوي قانون ماله؟ احسن، دلتا في على دلتا تي، ويساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية، في اف ناقص في اي، في فاينل ناقص في انيشيال، على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. واضح، هذا القانون كتبناه مرارا. الآن فقط احنا بنضع اعتبار او يعني فرض معين، حيث ان نعيد كتابة تعريف التسارع او قانون التسارع بشكل ابسط. فالفرض هو كالتالي، نقول لو اعتبرنا، فقط اعتبار بحيث ان نكتب هذا بشكل ابسط،
بنعتبر شباب بنفرض ثلاث فروض. الفرض الأول خلنا نعتبر السرعة النهائية من الآن وصاعدا ما بنسميها VF إنما بنسميها V فقط، فV تشير إلى السرعة النهائية. ثم TF ما بنسميها TF، خلاص من الآن وصاعدا بنسميها T، الزمن النهائي. والزمن اللي نبدأ به أو الزمن الابتدائي من الآن بنعتبره دائما يساوي صفر، يعني TI يساوي صفر. فلو اعتبرنا هذه الأشياء الثلاثة يمكن إعادة كتابة هذا التعريف على النحو التالي. إذن A تساوي VF، قلنا بنسميها ماذا؟ بنرمز لها V فقط ناقص VI فقط، اعتبار هذا اعتبار من دون ليش. احنا الآن اعتبرنا للتبسيط، هو الغاية للتبسيط، واضح شباب؟ فاعتبرنا ان VF تساوي V، V يعني بدل ما نكتب VF بنكتب V، ناقص VI كما هي ما بنغيرها، على TFT ناقص صفر، فبالتالي بتصير T، يعني T ناقص صفر T ما بتتغير، واضح؟ طبعا هذا على أساس احنا نتوافق مع مصطلحات الكتاب، وهذا تبسيطا أيضا. واضح شباب الآن كيف انتقلنا من هنا إلى هنا؟ فقط بالاعتبارات الثلاثة هذه، هذه اعتبارات جيد انها تكون في ذهنك يعني تحفظها زين. فاذا A يساوي V ناقص VI على T، واضح شباب ان التعريف تعريف التسارع بيكون بيكتب بشكل ابسط بالطريقة هذه. نواصل شباب. فاذا هنا نبغى نبسطها اكثر، نقدر نبسطها اكثر شباب لو ضربنا وسطين في طرفين، هذه A على واحد، الواحد ضربناه هنا والT ضربناه هنا، هذه طريقة. أو الطريقة الثانية لو ضربنا طرف المعادلة في تي، لو ضربنا هنا في تي وضربنا هنا في تي، التي مع التي بتروح وهنا بيصير ايه تي. فسواء قلنا وسطين في طرفين أو بضرب طرف المعادلة في تي يؤدي إلى نفس النتيجة. فإذا في هالحالة هذه بيصير عندي ايه تي، ايه ضرب تي، ايه تي يعني ايه ضرب تي يساوي في ناقص في اي، لأن ضربناها في واحد فما بتتغير. شباب واضح كيف انتقلنا من هنا إلى هنا؟ مسألة رياضية بسيطة جدا، مسألة ابتدائي مو متوسط. طيب فإذا أحسن يعني ضرب وسطين في طرفين، نعم نعم، ايه ضرب تي، ايه ضرب تي صير ايه تي، مثل أربعة ضرب اكس، وش يصير؟ أربعة اكس، واضح شباب؟ فايه تي ايه قيمة وتي قيمة، ايه التسارع وتي الزمن. وبالمناسبة شباب يعني احنا الان اللي تكلمنا عنها اربع رموز، لازم هذه ترسخ، وكل مرة يعني كأنما ما انت قادر تحفظها، خلاص اربع رموز ازاحة وسرعة وتسارع وزمن، فلازم ندركها لازم نحفظها هذه. طيب شباب نواصل. فابغى ابسط اكثر، لو نقلت السرعة الابتدائية إلى الطرف الآخر، نقلتها من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر، هي بالسالب، فلما أنقلها للطرف الأيسر بتصير بماذا؟ بالموجب، بتصير VI زائد AT يساوي V. هذه المعادلة الأولى، هذه المعادلة الأولى شباب، واضح؟ فالمعادلة الأولى ببساطة تساوي، يعني بكتبها هنا شباب، هذه المعادلة الأولى V تساوي، قلبت المعادلة بس بكتب يعني هنا هذه، لاحظ معي نفس المعادلة، V تساوي VI زائد AT، نفس المعادلة شباب، يعني X تساوي Y أو Y تساوي X ما يختلف شيء. هذه المعادلة، هذه المعادلة، واضح شباب؟ فالمعادلة الأولى هي هذه المعادلة شباب، واضح؟ تفضل شباب الآن اكتبوا معاي، تفضلوا اسألوا بس في نفس الوقت اكتبوا، تفضل قول اسأل. أنا عندي الآن، تفضل ايه تي طبعا نفسها هذه المعادلة، هذه المعادلة أو هذه المعادلة أو هذه المعادلة هي نفس الشيء،
عندما أعيد كتابة المعادلة أنقل يمين يسار، هذا لا يغير من المعادلة، هذه نفس المعادلة، هذه المعادلة أو هذه المعادلة أو هذه المعادلة نفس الشيء، واضح؟ طبعا بس هي كلها معادلة واحدة سميتها المعادلة الأولى، هذه كلها معادلة واحدة سميتها معادلة الحركة الأولى. تفضل يا ابني، تفضل تفضل اسأل. هذه الكتابة اللي موجودة أمامك، الكتابة موجودة يعني، ما أنا ما واضحة. عموما تطلع شباب، المفروض أن الآن الشاشة مشاركة مع الجميع. شباب الأسئلة التقنية دعوها الآن، ركزوا على الأسئلة العلمية. أيوة شباب، سؤال آخر، اكتبوا اكتبوا يعني على أساس نخلص شباب، اكتبوا. فإذا شباب هذه هي معادلة الحركة الأولى. وبالمناسبة يا إخوان، الاستنتاج مطلوب، الاستنتاج موجود في الكتاب وهو مطلوب وهو بسيط أيضا. يعني لو تلاحظوا كيف استنتجنا من تعريف التسارع، فقط أعدنا كتابته بالاعتبار هذا الاعتبار اللي باللون الأسود، جيد أن ندركه، هذا الاعتبار شباب، زين. ومن هذا الاعتبار أعدنا كتابة تعريف التسارع بالطريقة هذه، وغير يعني المعادلة فقط أعدنا توزيعها، أعدنا كتابتها، فصارت عندنا هذه المعادلة الأولى. المعادلة الأولى تنص، لاحظ معي، المعادلة الأولى تنص على أن السرعة النهائية تساوي السرعة الابتدائية زائد التسارع ضرب الزمن. تفضل اسأل. لا مو بالضرورة تكون صفر، لا سرعة ابتدائية، لا الزمن الابتدائي اللي اعتبرناه صفر. اي نعم، الزمن الابتدائي احنا في من الان وطالع في نعتبره الزمن الابتدائي صفر في هالحالة هذه، يعني في حالة الحساب لما نجي نحسب، مو لما نحط نرسم بيانيا. الرسم البياني ممكن التي اي تكون اي قيمة، اذا نبغى نوجد مثلا الميل، لا الميل نقدر نوجد اي قيمه نعتبرها تي اي، نعتبرها قيمه موجبه، حتى نقدر يعني مثلا نعتبرها مثلا قيمه سالبه، ما عندنا مشكله في المنحنى. ولكن حسابيا لا، حسابيا بنعتبر تي اي صفر، وبالتالي دائما تي بتكون موجبه، دائما تي بتكون موجبه. واضح شباب؟ طيب يا اخوان، الان بننتقل الى ماذا؟ بننتقل الى التفسير أو الوصف الفيزيائي للمعادلة الأولى. المعادلة الأولى ماذا تعني فيزيائيا؟ رياضيا هذه المعادلة اللي أمامكم، فيزيائيا ماذا تعني شباب؟ خلينا إذن ننتقل إلى المعنى الفيزيائي لهذه المعادلة. ومثل ما ذكرت لكم يا إخوان، إحنا دائما نستحضر المعنى الفيزيائي والرياضي في نفس الوقت، حتى نستعين بالواحد على الآخر، أو حتى نزداد اطمئنانا. يعني لو حلينا رياضيا إلا إحنا فعلا فاهمين فيزيائيا، وبالتالي لابد أن يتوافق الحل الرياضي مع الفهم الفيزيائي. طيب فيزيائيا هذه المعادلة ماذا تعني فيزيائيا؟ فيزيائيا المعادلة هذه تعني التالي: السرعة النهائية لأي جسم يتحرك بتسارع تساوي السرعة الابتدائية زائد التغير في السرعة نتيجة للتسارع، زائد التغير في السرعة نتيجة للتسارع. فإذا السرعة النهائية تساوي السرعة الابتدائية زائد التغير في السرعة نتيجة للتسارع. كيف أبسطها أكثر شباب؟ لو فرضنا أن إحنا نسير بسيارة، هذا عداد السيارة في البداية، عداد السيارة، السيارة كانت تسير بسرعة ثابتة هي VI، سرعة ابتدائية VI، ثم السائق قرر أن يغير السرعة، مثلا يزيد هذه السرعة، أراد أن يزيد هذه السرعة، فضغط الدواسة زيادة السرعة فغير السرعة من VI إلى V.
فبالتالي زيد السرعة نتيجة لماذا؟ نتيجة للتسارع، لأن إذا يدوس على البنزين، إذا يدوس على الدواسة، هذا يزيد، يبدأ السرعة تزداد، يعني يحدث تسارع، فيصير تغير في السرعة، يعني هذا المقدار من هنا إلى هنا، هذا هو مقدار، هذا المقدار، هذا هو مقدار تغير السرعة بسبب التسارع، أو هو عبارة عن إيه؟ ضربتي، واضح؟ هذا المقدار. معلش يا شباب، خلينا طبعا ممكن ان نزيد اكثر عن دي اي، فهذا المقدار ممكن يصير في اي اسرع من زي من في اذا تباطا. احنا الان تسارع الجسم، تسارع في الاتجاه الموجب مثلا، زين؟ فاحنا لاحظ معي الزياده هنا، الان الزياده في السرعه اللي هو هذا المقدار من هنا الى هنا، خلني اكبر شوي حتى يصير اوضح بالنسبه لكم. شايف؟ شايف هالمقدار من في اي الى في، هذا عبارة عن الزيادة في السرعة. فالزيادة في السرعة هنا، زيادة في السرعة، فإذا فيزيائيا نقدر نقول هذا طبعا هذا عبارة عن ماذا؟ الزيادة أو التغير، التغير في السرعة بسبب ماذا؟ بسبب التسارع، واضح؟ هذا إذا كان تسارع عندي بيكون أكبر من في آي، إذا كان تباطؤ بيكون أقل من في آي. ليش بيكون اقل؟ لان الايه بتكون بالسالب، فاذا الايه بالسالب معناته هنا بتكون في النهائيه، السرعه النهائيه اقل من السرعه الابتدائيه. فاذا يمكن القول، يعني نقدر نكتب شباب فيزيائيا المعادله الاولى يمكن كتابتها كالتالي: السرعه النهائيه تساوي السرعه الابتدائيه زائد التغير في السرعة بسبب التسارع. وواضح شباب، يعني الآن هذه V، لو تلاحظ هنا V تساوي ماذا؟ V تساوي VI اللي هي من هنا إلى هنا، هذه VI زائد التغير في السرعة بسبب التسارع اللي هي المقدار هذا، فهذه V يساوي هذا المقدار زائد هذا المقدار. واضح شباب؟ واضح المعنى فيزيائيا؟ واضح؟ ممتاز. فإذا هذا مرة ثانية أعيد، لاحظ معي السرعة النهائية هذه تساوي ماذا؟ يساوي السرعة الابتدائية اللي هو من هنا، نفرض هذه صفر، هنا السرعة صفر، من صفر إلى في آي، يساوي من صفر إلى في آي اللي هي في آي زائد الزيادة في السرعة بسبب التسارع اللي هو الإيه تي، واضح؟ ولذلك نكتب V تساوي VI زائد AT، يعني السرعة النهائية تساوي السرعة الابتدائية اللي هي VI زائد التغير، هذه زائد شباب هنا، زائد تغير في السرعة بسبب التسارع اللي هي كتبتها A ضرب T، تساوي A ضرب T. واضح شباب؟ خلينا ناخذ مثال الآن. الآن باخذ مثال من عندي ومثال من الكتاب. أبدأ بمثال من عندي، مثال كالتالي: مثال تباطأت سيارة من سرعة 30 متر في الثانية إلى سرعة لنقل مثلا 20 متر في الثانية بمعدل، يعني تباطؤ بمعدل 2 متر لكل ثانية ترمي، يعني احسب سرعتها، لا عفوا محسب سرعتها، يعني الآن صار الحساب مو السرعة، ما دام كتبت السرعة، ما عليه شباب أنا كنت خلاص بعد كتبناها بالشكل هذا، احسب الزمن اللازم لذلك، لهذا التباطؤ، احسب الزمن اللازم لهذا التباطؤ. واضح شباب؟ حتى تنتقل السيارة تتباطأ من 30 إلى 20 بهذا المعدل، احسب الزمن اللازم حتى نحل شباب. وهذا الكلام ينطبق على جميع مسائل الفيزياء مثل ما بنشوف. حتى تحل أي سؤال دائما في البداية تكتب ماذا؟ دائما في البداية تضع ماذا؟ هذا المثال شباب. إذا لا قبل القانون شباب،
قبل القانون المعطيات، نكتب المعطيات. فوش أعطانا شباب؟ وش أعطانا؟ أعطانا من سرعة 30. 30 تمثل أي سرعة شباب؟ 30 تمثل أي سرعة؟ السرعة الابتدائية أحسن، VI. VI يساوي 30 متر لكل ثانية. خلنا نكمل شباب. هذا المعطى وش أعطانا؟ إلى سرعة 20 متر في الثانية. يعني 20 متر في الثانية تمثل أي سرعة؟ النهائية. وبماذا نرمز للسرعة النهائية؟ أحسنت، في ما عندنا في فاينل، خلاص في يساوي 20 متر لكل ثانية. وماذا أعطانا أيضا؟ تسارع. أحسنت، تسارع وش يساوي شباب؟ 2 متر لكل ثانية إذا كان تسارع. بس اللي عندي ماذا هنا؟ أنا عندي ماذا؟ تباطؤ ولا تسارع؟ ولذلك الايه بيصير ماذا؟ سالب 2 متر لكل ثانية تربيع. مو لازم يكتب لك بمعدل سالب 2، لو كتبها سالب 2 بعد خلاص وضحها. بس حتى لو كتبها بالموجب انت لازم تعرف انها سالب من ماذا؟ من التباطؤ، لان التباطؤ، وخصوصا ان نعتبر السرعة موجبة وهنا السرعة موجبة، معناته التباطؤ في الاتجاه الموجب بيكون ماذا؟ تسارع سالب. واضح؟ فجيد ان نلتفت الى هذا الامر. فالايه بتكون سالب 2 متر لكل ثانية. كتبنا المعطيات، بعدها وايش نكتب شباب؟ بعد المعطيات قبل القانون، قبل القانون وش نكتب؟ لا، ماذا نكتب قبل ما نكتب القانون؟ المطلوب، نحدد المطلوب. ما هو المطلوب؟ الزمن. تي المطلوب. فإذا نحدد المطلوب تي. الآن نبحث عن المعادلة اللي يكون فيها مجهول واحد هو المطلوب، اللي هو تي، يكون فيها المجهول الوحيد هو المطلوب. واضح؟ وواضح انها اي معادلة هذه؟ اي معادلة؟ هذه المعادلة. بالمناسبة شباب، هذه المعادلة لو نظرنا فيها اربعة متغيرات، فيها السرعة النهائية، فيها السرعة الابتدائية، وفيها التسارع، وفيها الزمن. اذا اعطينا ثلاثة من هذه المتغيرات نقدر نوجد الرابع. واضح؟ في هذا المثال اعطانا ثلاثة من هذه المتغيرات، أعطانا السرعة الابتدائية والنهائية والتسارع، فنقدر نوجد الزمن. كذلك لو أعطانا أي ثلاثة من هذه المتغيرات نقدر نوجد المتغير الرابع. واضح شباب؟ تصير المسألة مسألة رياضيات. فإذا المطلوب هو التي. لاحظ معي، شوف كيف بنوجد التي. وأنا شباب كما ذكرت لكم دائما أفضل أنك توجد الحل بالرموز إلى آخر فقرة، فقط التعويض يصير في آخر شيء. فالآن نقول بالشكل التالي: من المعادلة الأولى اللي هي واحد، معادلة، ونكتب المعادلة الأولى V تساوي VI زائد AT. طبعا خلي T بلون آخر حتى نعرف أنه هذا المطلوب. طيب، إذن نبغى نوجد T شباب. كيف نوجد التي؟ ننقل الفي اي الى الطرف هذا، يصير عندي في ناقص في اي يساوي ايه ضرب تي. تغير شيء شباب؟ احنا كاننا نرجع الان، شفتوا الاستنتاج كيف الان نرجع من ما بدانا فيه، ولكن ما بنوجد الاي، بنوجد التي. التي ماذا تساوي شباب؟ اذا عندنا في ناقص في اي يساوي ايه تي. طيب التي ماذا تساوي هنا شباب؟ كيف نوجد التي؟ مسألة رياضيات مع الأول متوسط شباب، معادلة من الدرجة الأولى. كيف نوجد التي؟ التي ماذا تساوي؟ لو قسمنا على التي وقسمنا على التي، وللأسف واقعا أن مستوى الرياضيات وصل طلاب في الرياضيات إلى هالوضع هذا، أنهم يكونوا في أول ثانوي ولا يعني حتى معادلة من الدرجة الأولى يتوقفوا عندها شباب. التي ماذا يساوي شباب هنا؟ لا، ما سألتك ماذا يساوي بالعدد، ماذا يساوي بالرموز؟
بالرموز بدلالة في وفي آي وآي ماذا يساوي؟ كيف أوجده؟ نعم، هي المجهول ماذا تساوي؟ كيف أكتبها بدلالة في ناقص في آي وآي؟ شباب أقسمها على ماذا؟ ممتاز، أقسم على ماذا؟ على الآي، أحسنت، أقسم على الآي، واضح، هي بسيطة جدا. لا، ما هو بالأرقام كذا أفضل، بالرموز للأخير أفضل. ليش؟ لأن لو عوضت بالأرقام وأخطأت ما تعرف من وين جاء الخطأ، واضح. وحتى لو أنا جيت أصحح، أنا أصحح شنو؟ أرقام خطأ. بينما لما تكتب لي لها، وصل لي لهالمرحلة هذه، تقول لي تي يساوي في ناقص في آي على إيه، فأنت الآن تعوض، بعدها تجي تعوض، واضح؟ واضح شباب. فهنا لما نجي نعوض، الآن بعوض في ذي الجهة، يعني كتب تي يساوي في ناقص في آي على إيه، الآن أعوض في ذي الجهة. فلما أعوض في هذه الجهة وش بصير؟ في كم يساوي؟ في كم؟ 20، أحسن، ناقص، خليني أخليه ناقص 30، ممتاز، 20 ناقص 30. قسمة الايه كام؟ الايه كام؟ سالب 2، سالب 2، سالب 2، سالب 2، لأنه لو تخليها 2، أحسن، لو تخليها 2 يصير الزمن بالسالب، وهذا ما ممكن. احنا قلنا خلاص ما عندنا زمن بالسالب، الزمن بالموجب. فإذا يساوي هنا فوق كم بتطلع؟ 20 ناقص 30 سالب 10 على سالب 2. فإذا الجواب يصير 5، أحسن، 5 ماذا؟ 5 ماذا؟ ليش سالب؟ هذه بتروح مع هذه 5 ثانية. فإذا الزمن المستغرق هو 5 ثانية. أعتقد نكتفي بهذا المثال، إن شاء الله نكمل في الحصة القادمة، نأخذ باقي المعادلات ونأخذ أمثلة أكثر عليها، والحمد لله رب العالمين.